عيط لك كيف حالك يا بنت اخي؟ شو هالحكي عمي؟ انت يا دوب عم تشقشق علينا بالشهر مره وانت بمقام ابي الله يرحمه. شو وين لطفيه مو شايفه؟ بالقاعه عم تطرز على قماش. ناديلها خلينا نشوفها. يا مو لطفيه. نعم يا مو. تعي سلمي على جدك ابو صالح. حاضر يا مو. مرحبا جدي. الله يرضى عليك يا جدي. لا تطلعي بأميك، هدول إليك. ما تأخذ عمي، خجلت منك. الخجل يا بنت أخي زينة للبنات. خي انتي كمان، هاي معلوم الشهر. الله يخلينا ياك ويديمك فوق راسنا ويعوضك القرش بعشرة ويردلك صالح سالم غانم من الغربة يا حق. آمين يا رب العالمين. كيف أمك عمي؟ هي على حالها. من يوم ما استشهد ابن عبد القادر الله يرحمه بال25 وهي قاعدة بالبيت، لا بتطلع ولا بتفوت ولا بتزور حدا ولا بدها حدا يزورها. احكي معها عمي، خليها تشلح الأسوأ. والله حرام اللي عم تعمله بحالها. أم صالح ما رح ترتد لها الروح إلا برجعة صالح. حاكم من وقت اللي سافر لبلاد برا لهلأ ما أجانا منه خبر. وين عمي؟ شوفي مين على الباب. إذا حريم أصلاً أنا عندي شغل لفوق راسي، خليني أمشي. طيب مين؟ أنا أم زكي، افتحي. مرحبا فريان. أهلين أم زكي. في عندك حدا؟ لا ما حدا غريب، عمي أبو صالح. إيه يلا بنت أخي، بدك شي؟ سلامتك عمي، سلم لي على مرت عمي. الله يسلمك.